كانت لمحمود البسيوني العديد من الأفكار والأقوال الرائدة في التربية الفنية، والتي تؤكد ريادته لميدان التربية الفنية دون منازع، والتي قد استقرت في الضمير الأخلاقي والمهني للمتخصصين في هذا الميدان. ومن هذه الكلمات والأفكار: التربية الفنية ممارسة. التربية الفنية مجالات متسقة وليست تخصصات. النقد والتذوق الفني هو نتاج للتجريب والممارسة الفنية. ويمثل الدكتور محمود البسيوني الموجة الثانية من رواد التربية الفنية وطليعة الثقافة الفنية في مصر، فقد كان مصورا له أسلوبه الخاص، يشارك في المعارض الجماعية ويقيم المعارض الفردية لأعماله باهتمام كبير. ويشارك أيضا في إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات الهامة، ليصبح موقع تقدير كبير لخطوراته التواصلية ومشاركاته العلمية. حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايو عام 1949، ومن خلال متابعته السنوية لأنشطة جمعية الإنسية الدولية للتربية عن طريق الفن المنبثقة من هيئة اليونسكو بالأمم المتحدة، فقد أصبح من مؤسسي هذه الجمعية الدولية عام 1951، ثم أصبح عضوا بمجلس إدارتها عن أفريقيا لعدة فترات، ووكيلا للجمعية في الفترة من 1963 حتى 1969، ثم أصبح وكيلا للمجلس الإقليمي.